طبعا مثل ما كان اكو سنجل فيز سنجل فيز اكو سنجل فيز لكن و سنجل فيز لكن نوع سيمي مو فول تستعمل دايودات مكامات تستعمل ثيرستورات فراح يكون القدح بانه تي 1 الجزء الموجب الموجة تي 3 عد الجزء السالب الموجة بحالة الكونفرتر البوزيتيف من تخلص من الكونفرتر البوزيتيف تنتقل للكونفرتر النيجاتيف بعد هذا ما تقدح به وهم يعني حيصير عندك تي 1 داش تي 3 داش او مثل ما قلنا تي 5 تي 6 اي اسم تريد تسميه لكن هذني يختلفن عن ذني هذني يشتغل نفس الموجب هذني يشتغل نفس السالب من تقدح ذني هذني ما ينقدحن ومن تقدح ذني هذني ما ينقدحن لكن بهاي العمليه بانه انت قللت عدد السويتشات استعمل الدايودات مكان السويتشات ثري فيز سنجل فيز سايكل كونفرتر ممكن موجود بانه يصير عندك نفس الثري فيز الركتيفاير الهالف اللي اخذناه العام بانه كذا سويتشات فقط لكن كذا سويتشات للجزء الموجب كذا سويتشات للجزء السالب ونفس العمليه بانه عمود يوفر لك تيار للموجب تيار للسالب عمود يصير عندك جزء موجه موجب جزء موجه سالب اكو ثري فيز ثري فيز بهاي الحاله بانه يصير عندك اللود مالتك ثري فيز والسورس مالتك ثري فيز هم عندك هالف هم عندك ثري فيز هالف موجب وسالب على الفيز الاول موجب وسالب على الفيز الثاني ثري فيز هالف موجب وسالب على الفيز الثالث واكو عندك سنجل فيز ثري فيز سنجل فيز بس فول بانه تستعمل ست ثيرستورات واكو نوعين للقدح بانه تقدر هذا وهذا سوا هذا وهذا سوا هذا وهذا سوا يشتغل مثل هالف تقدر تقدح لا حسب الطريقة مالتنا تي 1 تي 2 تي 2 تي 3 تي 3 تي 4 تي 4 تي 5 تي 5 تي 6 تي 6 تي 1 بانه يورد لك ست بلصات بالاخراج مالتك فحسب نوع القدح اللي تريد تقدحها انت على مود يولد لك موجات الاخراج باور ريتنج اعلى ممكن من ما تقدح عد فقط تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 تي 5 تي 6 لان هذا الشغل تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 تي 5 تي 6 مثل ما حكينا العام راح يولد لك موجه اخراج شبيهه بالهالف مو مثل ما تقدح وتستفاد من الجزء الموجب والجزء السالب مال كل مال كل فيز تمام فهم نفس العمليه بحاله 3 فيز هنا راح هذا كونفرتر بوزيتيف يولد لك تيار يعبر للود البوزيتيف هذا الكونفرتر يشتغل النيجاتيف يولد لك تيار يفوت باللود بالنيجاتيف اكيد همين لازم تعرف بانه هذا من يخلص تخلص من عنده يلا تبدي بالكونفرتر السالب لكن اكو شغله مهمه باستنتاج الفريكونسي بانه الفريكونسي مالتك ما تستخرجه بالطريقه اللي هي تقسم على عدد الموجات اللي سويت انتجريتد لا هنا تختلف هنا تحسب هالف سايكلز يعني تختار لاين من ذن اللاينات فرضا ال VAB فولتية اللاين بين الفيز A والفيز B VAB هذا جزء موجب هذا جزء سالب هذا جزء موجب هذا جزء سالب هذا جزء موجب انت تريد خمس هالف سايكلز تحولن الى جزء موجب واحد فقط فتقسم على خمسة فتعرف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة هالف سايكلز لل VAB فأنت 60 تقسمها على خمسة راح تحصل على 12 هذا 12 هو يمثل لك هالف سايكل من الإخراج مالتك فعلى مود تحصل تعرف أنت مثلا تستعمل ستة مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ست هالف سايكلز من ال VAB فالفريكونسي تقسم 60 على ستة يطلع لك الإف أوت 10 تعرف بأنه أنت عندك لحد ما وصلت 6 راح تحصل على هاف سايكل فقط من الاخراج مالتك فالرسم مالتك راح يكون الحد للجزء الموجب فقط الحد رقم الهاف سايكلز 6 هنا بهاي الحاله هاف سايكلز قد عندي 5 اريد مثلا فريكونسي الاوتبوت 12 ف 60 على 12 يساوي لنا 5 راح اعرف من الجزء الموجب 1 2 3 4 5 5 هاف سايكلز اعرف بانه الجزء الموجب مالتي مالت الاخراج راح ينتهي مع نهاية الهالف الخامس من اللاين الواحد ما اخذ اكثر من لاين امشي على لاين واحد في اي بي جزء موجب جزء سالب جزء موجب جزء سالب جزء موجب خمسة اكتفيت
فاذا انت تعرف الجزار تعطيك الاف اوت، فانت من تعطيك الاف اوت وتعطيك الاف ان 60 على 12 راح تعرف 5، فانت تكتفي ب 5 هالف سايكلز تقول هذا حدي. فمن اريد ارسم الموجه مالتي مالت الاخراج وهاي تعتمد على مرحله ثالثه، لازم ترجع الماده مرحله ثالثه. انا مسجلكم اياها حتى فيديو تعرف شلون ترسم الموجات مالت الاخراج، لكن تعرف بان نهايتك هي عند نهايه الموجه الخامسه، الهالف الخامس العفو، عند نهايه الهالف الخامس من الموجه الاصليه اللاين تنتهي هنا خلاص، بانه من تريد ترسم الموجات مالت الاخراج انت من توصل هاي الموجه تكتفي تمام. وهنا تنعاد نفس الحاله، بانه ما دام هنا عندك خمسه هنا لازم يصير عندك خمسه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، وصلت خمسه هالف سايكلز هنا خمسه بالجزء السالب، هالف سايكلز خمسه بالجزء الموجب، فتعرف بانه هذا راح يصير الجزء الموجب مالت الموجه الاخراج وهذا راح يصير الجزء السالب مالت الموجه مالت الاخراج. فتحديد النقطه مال زيرو كروسنج للاوتبوت ويف فورم راح يعتمد على عدد الهالف سايكلز مالتك، يعتمد على قسمة الفريكوانسي الانبوت على الاوتبوت تمام. ان شاء الله هم راح يولد لك جزء تايم بوزيتيف جزء تايم نيجاتيف، فريكوانسي مال الاوتبوت يختلف، التايم مال الاوتبوت يختلف اللي هو مجموع التايم الاثنين. الحمد لله هذا الشيء هسه باعتبار احنا كملنا هذا الموضوع، بقى بقى حالة هذا شرحناه بانه اذا 3 فيز half لكن اللود هم 3 phase نفس المبدا، بانه انت هذا الجزء هذا الجزء نفسه اخذته هذا عندك single phase load هنا فقط، لكن هنا كله هو 3 phase load، فهذا single phase load راح يتكنك مع 3 phase rectifier موجب ورectifier سالب مع 3 phase source، فهذا يعتبر جزء واحد وهذا يعتبر جزء واحد على هذا السنجل لود وهذا يعتبر جزء واحد على السنجل لود، لكن مجموعا بما انه 3 فيز بالانس لود تمام، فاكيد التيار من ناحيه يمر هنا ممكن راح يخرج من غير لاين، ممكن يدخل من هذا اللاين يخرج من هذا اللاين يدخل من هذا اللاين يخرج من هذا اللاين او العمليه العكسيه، لكن كعمل بانه انت تقدر ما مطالب انت فقط برسم الموجه مالتك، لكن عمليه التشغيل بانه تعرف بانه دائما الركتيفاير الموجب يشتغل قبل الركتيفاير السالب، دائما الموجب قبل السالب، ودائما الفيز او اللاين من يشتغل VAB يشتغل قبل VBC وقبل VCA، لان عندك 120 النوب 240 الفيز الاول صفر بعدين 120 النوب 240، فاكيد الفيز او اللاين الاي بي يشتغل قبل بي سي قبل السي اي، وكل ركتيفاير بوزيتيف يشتغل قبل النيجاتيف اكيد بكل حاله من الاحوال، فبمرور الزمن هي راح تكون عمليه اوتوماتيكيه وتعمل على هذا الاساس. كذلك الاكيد من يدخل على اللود، اللود بما انه هو 3 فيز فاكيد يدخل على فيز يلا يدخل على قبله. هذا نفسه هسه باعتبار هذا الهالف وهذا الفول، هذا الهالف والسنجل فيز لود هو هذا جزء واحد من هذا، هذا السنجل فيز لود وهذا الثري فيز سورس، سنجل فيز لود ثري فيز لود. وبهاي الحاله نفس العمليه عندنا ست سويتشات بالركتيفاير الموجب، ست سويتشات بالركتيفاير السالب هم سنجل فيز لود، بس ممكن هذا اذا كرره ثلاث مرات وكرر هاي الدائره ثلاث مرات راح يتولد لي هذا الشكل، بانه استعمل 36 ثارستر 6 في 6 في 3 18، لكن هاي مو 6 ب 6 راح يصير 12، 12 في 3 راح يساوي لنا 36، 6 بالجزء الموجب 6 بالجزء السالب، وهم عندنا هذا بحته مع هذا اللود السنجل لود مع هذا هو نفس الدائره السابقه، هذا السنجل لود مع هذا النيو هو نفس الدائره السابقه، هذا مع هذا النيو نفس الدائره السابقه، لكن هنا 3 فيز 3 فيز وفول وجزء بوزيتيف وجزء نيجاتيف، خلاص تولد عندنا بين 36 ثارستر مربوطات كلهن مع السورس، وعندنا 3 فيز لود بالانسد اوكي ومربوط واي كونكتد، هم مطالب انت بالرسم مالت هاي الدائره، لكن قلت لك اذا تلاحظها رسم الدائره فهو بسيط، هو عباره عن ثلاث دوائر
نفس نبني الثلاث دوائر اللي اخذناهن نفس هاي.